يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إمام مسجد وأجد صعوبة في إرضاء المصلين من حيث الإطالة والتقصير والتخفيف في الصلاة، وأنا أحب أن آتي ببعض السنن في الصلاة حتى يتعلمها الناس، فما توجيهكم لي؟ توسط، نوصيك بالتوسط، خير الأمور الوسط، توسط في هذا الأمر، ولو لم يرضى عنك بعض الناس ما يضر، إذا توسط فأنت محسن في هذا. نعم.